الكهرباء بالحقيقة الإنسان أصبح ما يقدر يستغني عنها، مثل ما ذكرت يعني هسه إحنا كفرد باحتياجاته اليومية بدون الكهرباء كل أشياء معطلة. صح تجي المستشفيات أصبحت الآن الأجهزة الحديثة الكهرباء ضرورة. تجي حتى إنتاج النفط هو جاي يستخدمون للكهرباء. نعم دول العالم بالحقيقة اللي متأخرة عن العراق تدخل لشوارعها حتى الطرق السريعة الإنارة مالتها حتى أضوية مال سيارة ما تحتاج تفتح أنت. ابو احمد، خلي انت تطرقت لموضوع مهمه جدا، نتكلم نعم عن الطرق الرئيسيه اللي تؤدي الى نعم المحافظات وغيرها. نعم نعم هذه اذا ما كان بها اناره ايش قد تسبب حوادث؟ بالتأكيد الحوادث جاي تتسبب هي من نعم القطع ضوئية ماكو، إنارة ماكو، تعليم قطع علامات كهربائية مرورية العالم ماكو. نعم هاي على الكهرباء تشتغل أصبحت أكيد العالم الآن ما أكيد إحنا العالم بعد ما تنتج بكتابة باليد أو طباعة كلها إلكتروني صار، أكيد أكيد وبالتالي إحنا دائما نضغط ونطالب ونوجه مسؤوليننا نقول لهم يا مسؤولين الكرام هسه إحنا حتى لو مثلا أكو كم واحد يخربونه وعندنا بالعراق موجود أكو ما حتى تخلي. الدول نعم حتى الدول استاذنا اللي عندها مثلا مسؤول عميل العماله كانت يطلبون من عنده يأيدهم بقرار بس مو يخرب بلده بكهرباء صحيح وغيرها، على صحيح أبو الاقل احنا الكهرباء تدري انت الصناعه الزراعه كلها بالكهرباء هسه كل شيء مرتبط بالكهرباء، اي احسن شيء كل شيء ما متعطل كل يتحرك شيء اذا مو اصبح كهرباء. متعطل. استاذ عمار عندي موضوع اطرحه من خلال قناتكم اذا تفضل تقدر تتناوله بس تفضل انا اطرحه لك الان وممكن حلقه ثانيه ابو احمد تتناوله. حتى تكونون على بينه، هذا نعم البرنامج هو صوتكم، هي منصتكم، انا احسن مجرد عامل مساعد بس اهيئ اصواتكم حتى انتم تتكلموا. تفضل. الله يحفظك. لا هو الاعلام بالحقيقه نعم الاعلام اصبح هواي قنوات جاي تظل العالم، لكن احنا املنا يلا فيكم اخواننا وقناتكم جاي ان شاء تنقل الله حقائق ومعاناه الناس ان شاء الله. يلا قل لي شنو الموضوع اللي تريد تقوله؟ الموضوع كالاتي، انا عندي اخوان كثر واصدقاء جوني بالجيش العراقي يداومون جنود. زين. العقد سابقا ولحد الان الجندي ياخذون من راتبه 90,000 يعطونه ارزاق مال شهر، هو يداوم 15 و15 بالبيت نظام الجيش. تمام. هاي الارزاق كانت الوحدات العسكريه تسوي لهم بها خبز حار ودجاج وسمك كل صحيح اربعه صحيح دجاجه، صحيح الان صحيح وزاره الدفاع اتعاقدت بدون الرجوع لهم مع شركة أهلية، صاروا يعانون دجاج يجي كل عشرة بوحدة، الأكل بارد، الأكل خربان، فيقول إحنا لا حول ولا قوة، إلما نشكي حالنا. اثنين العقد شريعة المتعاقدين، إذا إحنا أصحاب المال كيف وزير الدفاع يتعاقد وإحنا ما قابلين؟ شرعا قانونا عرفا هذا لا يجوز.